من الموضوعات محل اهتمام ملايين من المصريين ما له علاقة بالإصلاح الاقتصادي ومدى شعور المواطن به ودور الإعلام في ذلك. السؤال للطالب محمود عصام النحاس 24 سنة بيقول: بعد نجاح معظم بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي أو محاولة إصلاح اقتصاد مشوه بفعل أخطاء متراكمة من عشرات السنين وإشادة العديد من المؤسسات الاقتصادية مثل بلومبرج وإيكونومست بما تم تحقيقه، ما هي استراتيجيات الدولة في الحفاظ على ما تحقق؟ ده جزء من السؤال. والجزء الآخر: لماذا تغفل الدولة عن تقصير الإعلام سواء الحكومي متمثل في تلفزيون الدولة أو الإعلام الخاص في إبراز ما تحقق من إنجازات اقتصادية للمواطن ليكون على دراية بما تقوم به الدولة من جهود؟ طيب خلينا نقول الأول الإصلاح الاقتصادي هو يعني نهاية السنة دي إن شاء الله يكون المرحلة اللي احنا موجودين فيها ديت تكون انتهت يعني. وزي ما أنا بقول وبأكد في كل مرة نتكلم فيها على النجاح ده، النجاح ده اللي زي ما قلت كده كان الـ يعني مش عايز اقول العامل الرئيسي، لكن عايز اقول الحسم فيه كان للشعب المصري اللي تحمل ده. لكن ده هينتهي ان شاء الله على نهايه هذا العام، ويبقى احنا كده طبقا للخطه اللي احنا مصر حطتها والزمت نفسها بيها قدام يعني الصندوق يبقى انتهت. لكن ده مش معناه ان الموضوع انتهى يعني، وده امر ما اقصدش بيه ان انا اقلق الناس من حاجه، لكن اقصد اقول ان عمليه الاصلاح والتطوير ده عمليه مستمره لان الدنيا ما بتتوقفش ابدا، ولو توقفت ده يبقى فيه يعني ده يعني يحدث اشكاليه. واللي احنا شايفينه في بلدنا خلال في كل القطاعات اللي بنتكلم فيها حتى قطاع الاعلام اللي احنا بنتكلم فيه، هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الامور توقفت على مدى سنين طويله في على اوضاع ثابته ولم تتطور، ومنها الاعلام. فبقى هو غير متطور وتاثيراته ما بتحققش الاهداف المرجوه منها وكده. فانا بقول القطاع الاعلام زيه زي كل قطاعات الدوله المصريه. لما انا قلت برضه في اللقاء النهارده قلت ان 2011 في دوله كبيره زي مصر اللي بيحدث فيها ده بيعكس ان في حاجه في مشكله كبيره جدا كانت موجوده فينا كلنا، مش في قطاع واحد، فينا في كل القطاعات، في الاعلام، في الثقافه، في الاقتصاد، في التعليم، في الصحه، في اي قطاع عايز تتكلم عليه كان في مشكله. وبالتالي الإصلاح واجب لكل القطاعات بما فيه قطاع الإعلام، وده مش معناه يعني إساءة لحد يعني خالص، لأن الموضوع مش أشخاص، هي منظومة على بعضها هي اللي بتقوم بالدور ده. فيا ترى الإعلام عندنا هنا يعني هل منظومته الاقتصادية يعني احنا كنا بنقول إن الإعلام ده بيكلف علينا في السنة ما يقرب من 6 مليار جنيه، واللي بيتحقق منه بالانشطه اللي بتتعمل 2 مليار وشويه 2.3 مليار نتيجه العوائد الاعلاميه. طب المحتوى ده جزء اقتصادي يعني الشق الاقتصادي اللي فيه. طب الشق الفني محتوى يا ترى هو ده اللي احنا بنتمناه نقدمه؟ كان في يوم من الايام من سنين طويله فاتت في الخمسينات والستينات يمكن كان الاعلام لظروف برضه مرتبطة بالوقت ده كان الإعلام ده تأثير كبير جدا وكان ليه عوايده يعني كانت التلفزيون المصري المسلسلات اللي بيعملها يستطيع ان هو يسوقها في الدول العربية. حصل تطور عندهم عند يعني في الدول العربية، واحنا في نفس الوقت احنا فضلنا زي ما احنا. احنا حاليا متحركين في إصلاح هذه المنظومة زي ما قلت الشق الاقتصادي والشق الفني المحتوى اللي كتير مننا غير راضي عنه. والمحتوى اذا كانش الدولة بشكل او باخر، مش الدولة بس كحكومة يعني، حتى كمثقفين كمفكرين كمعنيين بالصناعة
يكونوا بيفكروا في كده. في دول زي الولايات المتحدة ودول زي الهند بيدخل لها أموالها إلى من أفلام على سبيل، وده جزء بسيط من، هو ده شكل من أشكال تقديم الدولة للعالم يعني. صحيح. أنا بتكلم على هذا الموضوع يعني. فإحنا متحركين في الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإعلامي المحتوى يعني. ثم طبعا أنتم ملاحظين أن إحنا بنشجع جدا كل الشباب، ولما تشوفوا النهاردة الوجوه الإعلامية اللي موجودة بنقول لا، ندي فرصة لشبابنا وشاباتنا أنهم يتحركوا ويتكلموا يعني، يبقى شكل مختلف. مش هوعدكم بحاجة في الموضوع ده، احنا بدأنا في المحتوى، وأتصور أن احنا خلال السنتين ثلاثة اللي جايين هيبقى المحتوى بتاعنا أفضل كتير من الواقع ده. نحط في الاعتبار أن الإعلام التلفزيون وراديو ما بقاش فقط هو الوسيلة الوحيدة والرئيسية يمكن اللي بتوصل اللي بيتم يعني إيصال المعلومات بيها للناس. لا، النهاردة في حاجات أخرى كثيرة جدا جدا، وإحنا مهتمين إن إحنا برضو نبقى متحركين بيها عشان نواكب العصر اللي إحنا موجودين فيه. يعني بقول تاني، يمكن من خلال سنتين ثلاثة اللي جايين احنا هنبقى يعني في مكان افضل كتير من المكان اللي احنا موجودين فيه. وزي ما بقول كده، احنا بنسعى ان احنا نعمل ده بشكل او باخر، وكمان بالتوافق مع الصناعة اللي موجودة في هذا المكان يعني. اقول حاجة هنا بشكل يعني، احنا بنعمل حجم من المنشآت يمكن حد يصنفها على انها ثقافية زي مدينة الثقافة والفنون اللي موجودة هنا في العاصمة، اللي ممكن تخلص على نهاية السنة دي او بالكثير على الشهرين او نص السنة اللي جاية، ونفس نسخة مصغرة منها موجودة في العالمين، الى جانب مجموعة من المتاحف الكبيرة اللي بيتم زي المتحف الكبير، متحف الحضارة، ومتاحف أخرى هيتم افتتاحها. أنا عايز أقول خلال السنتين ثلاثة اللي جايين فيما يخص الشق الثقافي والفكري والإنساني في مصر، مش بس على قد الإعلام، إحنا هتجدوا إن إحنا متحركين فيه بشكل قوي. مش هقول يساعدكم، لكن إحنا بناخد بالأسباب اللي تؤدي إلى إن إحنا نعمل نقلة حقيقية زي ما احنا بنسعى في كل الملفات او القطاعات في الفترة في السنتين ثلاثة اللي جايين ان شاء الله.